اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم. النادي الاهلي برضه بيعاني من ازمه جديده وهي ازمه الملعب. النادي الاهلي كان هيلعب في بترو سبورت ثم استاد القاهره ثم اخذ موافقه ان هو يلعب في استاد السويس وبعت الاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي ادى موافقه على استاد السويس، ولكن فريق المغرب التطواني بعت النهارده فاكس للنادي الاهلي بيرفض فيه اللعب في استاد السويس وبيتمسك باللعب في القاهره، وقال ان هو محتاج 10 ايام المفروض يختاروا قبلها ب 10 ايام علشان يلعب في استاد السويس. معانا استاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي. جمال بيه مساء الخير. مساء الخير يا استاذ سيف، تحياتي لحضرتك، تحياتي للساده المشاهدين. ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. دلوقتي يا فندم ازمه الملعب انتهت على ايه؟ والله للاسف يا كابتن سيف الخيوط لا زالت متشابكه في ازمه الملعب حتى الان، يعني احنا تلقينا اخيرا موافقه امنيه النهارده على اللعب في ملعب السويس. لا طبعا، وابلغنا الاتحاد الكوره، ابلغ الاتحاد الافريقي، لكن ده بعد المده القانونيه، يعني لا احيانا كان يستوجب ان احنا نبلغ الفريق المنافس قبل 10 ايام. فمن حق الفريق المغرب التطواني يعترض على الملعب، ومن حق الاتحاد الافريقي ان يعني يلزمه باللعب برضه في السويس وفقا للائحه اذا كانت الظروف الامنيه، وده اللي احنا بنركز عليه يعني. انما تحسبا لكل الاحوال المهندس محمود طاهر طبعا انا باذل جهود كبيره على اتصال مستمر بالمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضه وبعض القيادات الامنيه علشان يجد مخرج اخر تحسبا لاي الظروف وتحسبا لرفض نادي المغرب التطواني اللي هو لسه ما وصلش بالفعل حتى الان. ممكن يكون فيه امل في استاد القاهره، يعني مجرد محاولات، والكابتن علاء عبد طبعا بيتابع برضه في الناحيه الامنيه من الجانب الاخر. نتمنى يبقى فيه انفراجه، وكنا نتمنى الموافقه تبقى بدري ونبلغ الفريق المنافس لان ده حقه نبلغه بدري، ويبقى فيه تقدير للنادي الاهلي اللي بيلعب باسم مصر والممثل الشرعي للكره المصريه في دوري الابطال، دي مهمه وطنيه. يعني انا عايز اقول كلمه برضه للجهات الامنيه يا كابتن سيف، ليها كل التقدير والاحترام ودورها ملموس ومحدش يقدر ينكر دور الامن في المرحله اللي فاتت على وجه التحديد، لكن ما ينفعش برضه انك تامن حفله فيها 30 فرد وعندك القدره والكفاءه اللي احنا بنثق فيها تماما. 30000 قصد حضرتك يا فندم؟ 30000 جمهور بهذا الشكل يعني؟ 30000 يا فندم قصد حضرتك؟ اه 30000 حضرتك حفله، واخد بال حضرتك، انت بتامنها وعندك القدره والكفاءه اللي احنا بنثق فيها تماما يعني، ومباراه تقام من غير جمهور، واحنا بعتنا كتابات ان المباراه من غير جمهور والمنافس ملوش جمهور في مصر يعني. طيب، واقرينا يعني كنا نتمنى يبقى في تقدير اكتر واستجابه افضل، خاصه النادي الاهلي اتحرك بدري كعادته باحترافيه وبانتظام قبل ما نسافر ماتش الذهاب. خاطبنا الجهات الامنيه عن طريق اتحاد الكوره وقلنا احنا محتاجين نلعب على ملعب ارضيته جيده علشان يبقى المستوى افضل، علشان نقدر نأدي ونقدر نكمل المشوار، وحق الاهلي يكمل وحق الزمالك يكمل وسموحه تكمل بعد غياب المنتخب في الفتره اللي فاتت 3 كاس امم، عندك انديه موجوده في البطولات الافريقيه دعمها، ودي مصلحه وطنيه يعني. طبعا نتمنى طبعا من الامن، وعندنا ثقه كبيره في استجابته في الساعات اللي جايه، يبقى في انفراجه وفي تقدير للموقف، وان شاء الله يبقى خير باذن الله يعني. كلام حضرتك طبعا محترم، وان شاء الله نتمنى ان المسؤولين طبعا يسمعوه، وان شاء الله يبقى في استجابه. النادي الاهلي نادي كبير برضو. معلش يا جمال بيه هطول على حضرتك شويه. فضل. انا معايا خبر ان النادي الاهلي بكره فاتح التمرين علشان الجمهور او الالتراس او الناس تحضر التمرين وتكون موجوده بكره. احنا برضو كان عندنا موقف الحقيقه في ماتش المغرب التطواني الاخير، وكنا يعني عاتبنا عدد الجمهور اللي كان هناك والموقف، احنا اشدنا الحقيقه بالناس في البدايه واشدنا بتشجيع الناس ثم فوجئنا بالموضوع. فالحقيقه يعني كان عندي حاله انتقاد كبيره للمجموعه او التصرف، خصوصا استقبالكم في المغرب كان اكتر من رائع، والحقيقه الروح كانت جيده جدا، وكنت طالبت ان نادي الاهلي يعني يطلع ولو حتى بيان اعتذار لنادي المغرب التطواني او الاتحاد المغربي، وكنت سمعت برضو ان حضرتك هناك كنت يعني اعترضت على الموقف برضو مع سياده السفير وما كانش عاجبك. حضرتك مبدئيا يعني بنؤكد على العلاقه الطيبه وعلى المعامله الرائعه اللي لقيناها في المغرب من النادي المغرب التطواني الشقيق، الحقيقه الناس ما قصروش معانا وعاملونا على احسن ما يكون، وعاملونا بقدر وقيمة النادي الأهلي. حصل تصرف طبعا واخد بال حضرتك بالتأكيد احنا مش راضيين عنه، سيادة السفير والأستاذ كامل زاهر كان موجود رئيس البعثة وكان حريص انه يعتذر لرئيس النادي المغرب التطواني ومدير أمن المدينة هناك واخد بال حضرتك، وراحوا شافوا الراجل المصاب، والأستاذ كامل زاهر أمين الصندوق رئيس البعثة وممثل الرسمي للنادي الأهلي وكان متواجد مع سيادة السفير. لا، النادي الأهلي ما بيغفلش مثل هذه الأمور، والنادي الأهلي حريص على علاقاته يعني. يعني احنا التصرف مش راضيين عنه، وكنا حريصين ان احنا ناكد على العلاقه الطيبه يعني، بالتاكيد المغرب التطور لها علاقه احسن وافضل هنا يعني. لا بالنسبه لفتح باب الجمهور بكره يا استاذ سيف واخد بال حضرتك، النادي الاهلي مش بيدعو مجموعه بعينها او بيفتح الباب لمجموعه بعينها، النادي الاهلي بيفتح ابوابه لكل جماهيره. بعض الجماهير طلبت تكون موجوده تشجع الفرقه وتساندها، واحنا في مرحله يعني فيها بعض المطبات شويه بالنسبه لفرقه الاهلي، وعندنا ماتش السبت
علشان نعوض خساره في مباراه الذهاب. بالتاكيد الجمهور بيبقى له دور، وجمهور النادي الاهلي كان خصم مشترك في كل المواقف الايجابيه على مدار ال 100 سنه اللي فاتت. يعني ليه قصدي فتح باب الجمهور مش مقصود بيه مجموعه بعينها او تصرف بعينها او لسان الحد، لا بقدر ما هو مسانده ودعم للفرقه في هذه المرحله. يعني انا قصدي ليه يا فندم ما طلعش مثلا بيان من حضراتكم او من النادي الاهلي مثلا حتى يرشد الجمهور ان الفتره الجايه مش محتاجه كده، وان الحاجات دي مثلا بتطلع الفريق والحاجات دي بتعمل ازمات للنادي الاهلي، ولا حضرتك مش معايا في الجزئيه دي؟ النادي الاهلي ناشد كتير على فكره يا كابتن سيف، يعني القصه مش قصه بيان وفقط، يعني ان كتير قوي النادي الاهلي ناشد، وكان اخرها تصريحات رسميه على لسان اللي هو محمود علام امبارح عقب اجتماع مجلس الاداره اللي ناقش فيه اوضاع الفريق، واكد لسه على دعمه للجهاز الفني والكابتن علاء ومستر جريدو، واخد بال حضرتك، وكان في مناشده اساسيه كان ضمن التصريحات الرسميه الصادره عقب مجلس جمهور النادي الاهلي اللي احنا بنثق فيه، وان شاء الله يكون عند حسن الظن باذن الله كالعاده، وباذن الله هنكمل وهيكون جمهور الاهلي له دور ايجابي باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يكون الجمهور عند حسن الظن، وان شاء الله الامور تمشي كويسه. معلش اخيرا استاذ جمال، جريدو مكمل؟ انا الحقيقه في معايا خبر هنا انا مش فاهمه، ان جريدو مكمل وكان في اجتماع مجلس اداره وفرق صوت قعد جريدو، خمسه قبلوا وخمسه رفضوا. هل جريدو مكمل لحد الماتش المغرب التطواني؟ هل لو حصلت هزيمه الوضع اختلف؟ هل جريدو مكمل لحد نهايه الموسم والموضوع خلص؟ كلام قاطع على مجلس الاداره حضرتك، كان موجود في اجتماع امبارح وفي تصريحات رسميه، واخد بال حضرتك، مايستر جريدو مكمل لنهايه الموسم، واخد بال حضرتك بجهازه، كلام محترم وفق لتاكيدات المهندس محمود طاهر، واخد بال حضرتك، ومجلس الاداره والنادي الاهلي دايما بيميل للاستقرار، دايما بيميل لدعم الفرقه، في امور كتيره، في مباريات متلاحقه، يعني لا قدر الله لو انت خسرت الدوري ما ينفعش تخسر ما تلعبش في دوري الابطال، لو خسرت الدوري ما ينفعش ما تكملش في دوري الابطال، دي كلها اهداف عند النادي الاهلي، مش عشان هدف واحد وتتوقف الحقيقه عنده. يعني هيبقى في دعم فريقه للجهاز الفني، واخد بال حضرتك، في المرحله اللي جايه مستر جريدو قولا قاطعا مكمل لنهايه الموسم لاجل مصلحه الاهلي، مش عشان تشبث او تمسك بشخص بعينه او موقف تعنت مع مدرب الناس عايزاه يكمل او ما يكملش، لا، الناس بحثت وناقشت مصلحه النادي الاهلي واللي حقق مصلحه النادي الاهلي في استمرار الجهاز الفني بكافه الهيكله اللي موجوده في قطاع الكوره وكل الدعم ليها، وده اللي اكده المهندس محمود طاهر امبارح. استمرار جريدو يا فندم بيبين ان الاهلي متمسك بمبادئه، وان الاهلي ما بيتغيرش، وان الاهلي مؤسسه كبيره، وشيء الحقيقه يستاهل التحيه والاحترام. طبعا بالتاكيد، واخد بال حضرتك، ده نظام وده نهج على فكره موجود مع النادي الاهلي على مدار تاريخه اللي فات، يعني مش مساله جديده المجلس الحالي بينتهجها، لا ده كان الثابت عن النادي الاهلي على مدار تاريخه. لو تفتكر كنا في الدور الاول كان راينر هورمان الالماني متخلف عن نادي الزمالك، يعني الزمالك كان متقدم على النادي الاهلي ب 13 بونت، والناس الجمهور الاهلي كان بيقول لك هولمان لازم يمشي، فوجئ الناس بالكابتن صالح سليم في هذه الواقعه بيجدد لراينر هولمان سنتين في فتره الانتقالات الشتويه حضرتك، موسمين وكمل وخد الدوري، واخد بال حضرتك، والاهلي عاد اكثر قوه لان ده هو النادي الاهلي. طبعا طبعا، اتمنى لك يا فندم كل التحيه، وبشكرك شكرا جزيلا، واسف جدا على الاطاله. شكرا يا فندم. الاستاذ جمال جبر المتحدث الاعلامي باسم النادي الاهلي، كلام محترم، يعني الحقيقه تصريحات مهمه جدا وتصريحات محترمه. النادي الاهلي فاتح بكره للجمهور، انا كان عندي وجهه نظر ان الاهلي يستغل القصه ويطلع بيان للجمهور ان يبقى فيه هدوء ويرشدهم الفتره الجايه الدنيا محتاجه ايه، ولكن استاذ جمال قال لي امبارح ان يعني حصل زي بيان بعد اجتماع مجلس الاداره واتكلموا فيه وقالوا هو ده اللي احنا عايزينه، يحسب لمحمود طاهر بقاء جريدو. انا متمسك بكده، عارف ان الناس ممكن تزعل او الناس ده كلام ممكن يزعلها، ولكن المؤسسات الكبيره تتعامل كده. انت النهارده ممكن الجمهور يبقى زعلان، الجمهور غاضب.